السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعين ومشاهدين على قناتنا، قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف إلى الياء. النهاردة إن شاء الله هنتكلم مع بعض عن قص الأظافر في الأغنام. المعزة اللي قدامنا دي إن شاء الله هنقص ضافرها دلوقت. بقى نشوف الضافر طويل إزاي. شوف من قدام، من قدام المفروض دي الهيئة الطبيعية، ده الطبيعي للضافر، ده المنظر الطبيعي بتاعه. لاحظ زاوية، زاوية القص دي، شوف الضفر دي الزاوية الطبيعية اهي، دي زاوية القص الطبيعية لضفر الأغنام. هنقص دلوقتي مع بعض الضفر الخلفي. امسك طبعا الاداه المستخدمه، اي مقص عندك يكون حامل، ده مقص بتاع قص الصوف، بس المهم يكون مقص جامد يستحمل قص الضفر. لاحظ معايا، صور على الضفر هنا، ده تفتح الجزء عشان ما تعملش الجزء الاسفنجي. لاحظ في حاجه اسمها الجزء الاسفنجي في الضفر، اوعى تقرب عليه في القص، انت بتقص الضفر الزياده بس اللي هي يعتبر الزاويه بتاعته من هنا كده بالظبط. يعني احنا هنقص الزياده دي واحدة واحدة، متقصهاش كلها مرة واحدة عشان ما تخشش في الجزء الاسفنج اللي دخلت فيه، هتسبب عرق للغنم. تقص كمان اهو، باين اهي، كل ده طويلة، التوقيف ده كل ده هيتقص لغاية ما توصل للجزء الاسفنج اللي من تحت. آه. طالما فيه مش لازم تجيبه للاخر بالظبط، هم خدين حاجات بسيطه للاحتياط بس. ده كده الضفر الطبيعي، والتاني نفس النظام، قص واحده واحده، متنزلش على تحت على طول، وتنضف نضف لغايه ما تشوف فين الجزء الاسفنج اللي من تحت، عشان ما لو قصيته هتسبب عرق للغنم، ممكن تعملها مشكلة دايما في الضفر بتاعها. واحدة واحدة وانت بتقص، نظف وشوف لسه في كام، تقص كده. ان شاء الله ده شكل الضفر طبيعي بعد القص. الضفر لما بيطول زياده عن اللزوم بيسبب التواء في الضفر في الحافر كله، الجزئين دول بيتلووا، بتسبب لنا مشاكل عرق دايم. ان شاء الله القصه مظبوطه 100% ان شاء الله ضفر الأبناء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.